السلام عليكم. هذا الرفش هو أحد الزواحف البرمائية اللي موجودة بالأهوار، اللي هو يعتبر نوعين من السلاحف. هذا أهل الأهوار يسمون واحد منه اسمه الرقة، يسمون رقة، وواحد يسمون رفش. هذا الرفش هو أحد الزواحف اللي موجودة بالأهوار العراقية، وخصوصا بنهر الفرات والأهوار الوسطى. يعني يوجد بنهر الفرات بأعداد كبيرة جدا. هذا الرفش كبير جدا، يعني حجمه كلش يعني كبير. شوفوا، لاحظوا، هذا هو على فكرة يعاض هسه احتمال، بس اتقرب من عنده. شوف جاي يحرك راسه عليه، بس اتقرب من عنده يعضني. وعضته يعني حسب ما عرفت انه هو مذية. الأظافر مالته جدا يعني هيك المخالب، مو أظافر، يعني أشبه بالمخالب.